إنسانة عادية جداً، عندي طموح كتير حلو من يوم ما كنت صغيرة، يعني أساسنا من لبنان بيروت. كبرنا ونشأنا بعائلة في عندها الكوفي بيزنس، يعني عندنا الدومين اللي هذا نحن عم نشتغل فيه هلا، وتشربت كتير من البيزنس تبع بي. ما كنت أحب كتير الدراسة يعني من أنا وصغيرة، بس كنت كتير كرياتيف، يعني كنت كتير كنت اخترع، كنت كرياتيف، كنت أحب أشياء الأونيك، كنت أحب أشياء الاختراعات، يعني هيك كنت أحب دايما أطلع بالكوفي بزنس. أنا كانت فرصتي إنه بالخليج، أنا كنت طول عمري بحب الخليج، يعني بحب أنا أوصل على الخليج. في عندي كتير أصحابي عايشين هون وضلوا يقولونا إنه ما في، ليه ما بتفتحوا مثلا معطوق بالخليج؟ يعني بدهم كواليتي، بتعرف نحن خبرة بالمجال القهوة يعني. فكتير شجعونا ناس، والتشجيع الأكثر كمان صراحة كان كمان إنه تزوجت هون وزوجي كان هون بالبلد، وشجعني إنه كمان أعمل بزنس أكثر هون وكبر وطوي. في منافسين نحن بنقول، بس خبرتنا نحن الواسعة اللي أكثر من 50 سنة والمجال اللي نحن بنشتغل فيه، صدقيني انه ما متوقع، يعني كنت يعني ما في هالاكسبكتيشن تبع اللي كنت متصورتها، الكومبيتيشن العالي لمعطوق. لكن يكون عندك ثقه بالبرودكتس، ويكون عندك ثقه بالاسم، وعندك ثقه بالانتاج، كل شيء عم تعمليه انت كصناعه وعم تعملي له كنترول وهاي كواليتي اندز. عم نشتغل نحن بتكنولوجي عاليه جدا، احنا هلا عندنا مصنع من احدث مصانع تقنيات الخليج والميدل إيست كلها، يعني في 3 مصانع بأوروبا من مصنعنا هون، يعني هذا شيء فخر لأنه بالخليج والدول العربية، يعني أنه الكوفي بيزنس بيعتبروه أنه بس للرجال، يعني فوت على المصنع، فوت على المكانات، فوت على الضخامة، منتابع كل شغلة صغيرة وكبيرة، من التكنولوجيا، من اللاب، من المختبرات، من الماشينريز، نحن منفوت بالمحامس، يعني في شغلات أنه بحدي بدك جراءة فيها، وبدك أنت تكوني متشربة فيها، بتكوني خلقانة فيها. يمكن نسيت حالي كامرأة لفترة، أخذني الشغل من حياتي، بس طبعاً مش ناسي الناس، مش ناسي العالم، ما بنسي، نسيت نفسي يمكن بالشخصي، يعني صرت إنه بسموها workaholic مثل ما بيقولوها، إنه وصلت لمرحلة إنه هي الشغل، هي الحياة، هي صار عندي إدمان شغل. اللي بده ينجح، لأنه ما في شيء بلا تعب. في ناس بيعتبروا إنه ليش حدا وصل لهون للكمة، طب ما هيدا اشتغل لوصل، انه ما في شيء بلا تعب، ما في شيء بلا تأسيس. انسان اللي بيأمن بينجح.